تقوليش الواحد تعب قد ايه عشان يطلعها. انا عارفه ان شاء الله يبقى جنب. عن اذنك اتفضلي. ايه مالك بس في ايه؟ انا عارف ان اللي حصل ده اكيد مضايقك. ومن امتى بيفرق معاك زعلي؟ ده انا ساعات بحس اني ماليش قيمه عندك. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ وانت مش عارفه انا بحبك قد ايه؟ ده كلامه بس، لكن الحقيقه طبعا غير كده. انا جيت لك لاني اول مره احتاجك تبقى جنبي. حبيبتي دايما هتلاقيني جنبك. خير في ايه؟ في حد كويس جدا جاي يتقدم لي، وطبعا اكيد مش هقوله ان انتوا اتطلقتوا. طب وايه علاقه اللي هيجي يتقدم ده بان انا ومامتك منفصلين؟ طبعا لي دخل، هو عارف ان انتوا متجوزين. اقول له ايه لما جيت تخطبني اتطلقتوا؟ اهدي بس كده وعاوزك تفكري كويس. اللي حصل ما بيني وما بين مامتك ده كان لازم يحصل من زمان صدقيني، وده احسن ليا وليها هي كمان. انتوا ما فكرتوش غير في نفسكم انتوا بس. لكن انا اسمع بقى، انت هترجع مامي وهتقابلوا الناس اللي جايه تخطبني، وبعد كده بقى اعملوا اللي انتوا عايزينه. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.